السوفي يتحدى الجميع ويفتح محله لبيع الدبار البسكرية طيلة الشهر الكريم، ويتمكن من ترسيخها في أذهان زبائنه حتى في هذا الشهر الفضيل، لتصبح مطلب الكثير من الصائمين كطبق أساسي عند الإفطار. أنا هذه انتهنتها تقريبا مدة 18 سنة، انتهنتها أول مهنة تاعي انتهنتها عند واحد بن عمي في ولاية خنشلة. بعد ما خدمناها في عدة ولايات، مباشرة كي وصلت أنا لهنا لولاية سوق هراس في أول رمضان خدمتها مباشرة، لقيت عليها إقبال والناس تسمى عجبت لها الفكرة، كملت منذ 2018 وأنا نمارس في المهنة هذه في شهر رمضان إلى غاية رمضان هذا 2023. حمص أو فول والكثير من البهارات هي مكونات الدبارة البسكرية التي انتقلت شعبيتها من عاصمة الزبان إلى القاعدة الشرقية، مما جعلها تصنف من أشهر أطباق المطبخ الجزائري، حيث يتفنن السوفي في تحضيرها وتقديمها كأكلة دخيلة عن ولاية سوق هراس. في شهر رمضان نسربوها العكس نتاع سائر الأيام، لأنه تكون من الوقت تسمى مباشرة من 12 إلى غاية تقريبا صلاة المغرب، نوجدوها بكري على أساس تسمى الناس اللي تجي من برا الولاية باش يلقاو الأكلة هذه موجودة سهلة باش يدوها لديارهم ويفطروا بها ولا يسحروا بها، وبالإضافة أنها أكلة طبيعية 100%، حتى كي تفطر بها ولا تسحر بها ما تديلك حد شيء. وش راح نقول لك على الدبارة؟ ربي عايش لنا السوفي برك، دبارة راهي حاجة ملاحة والله، ملي دخل رمضان الشربة ما كليتها نفطر غير عليها هي. يا خويا أنا الدبارة شوف ملي خلقت أنا ناكل فيها، خليتها في بسكرة كليتها أحسن الدوبارة راني كليتها عند جماعة ذوما وعايش بها طول، ما تخطاني الدوبارة ما نفطرشنا الدوبارة، راني نتعب عليها ونسافر عليها، سيرتو جماعة ذوما راني ناكل عنده في دوبارة مليحة ياسر، دوبارة ما تخطانيش خلاص. راني جيت من تبسة، جيت من بير العتر، وراني نجي هنا نجي الدبارة. انا برمي لي بلي غران كونسوماتور تاع الدبارة تاع السوفي حبيبنا، من احسن دبارة في ولاية سوق هراس، قبل ما كناش ناكلوا الدبارة، الحمد لله ملي جا السوفي حل لنا هنا الدبارة عدنا ناكلوا الدبارة، باسكو انا نحب الدبارة وش في سوق هراس ما يخدموش دبارة، شغل ما كانش سبيسياليتي تاع الدبارة هذه هنا، درك هاو اللي جا لنا السوفي عاد يخدم لنا الدبارة لهنا، انا ناكلوا الدبارة، انا برمي الناس اللي براتيكومون برسك شاك جور ندي دبارة. جديدة عندنا في سوق هراس تاع الدبارة، الدبارة جات جديدة. دونك خطرة. ايه دونك احنا كي ذقناها ولفنا بها، جربناها في رمضان، عندنا ناكلوها في رمضان، براتيكومون عاد تلفي بارتي من لاطابل تاع رمضان، الدبارة شغل بلا ايسونسيال في لاطابل. مهم تاكل الهريسة تاعها، تاكل الحرور تاعها ما يديرلك حتى شيء. نورمال ما تجري كرشك ما تبالوني ما تنفخ ما يصرالك حتى شيء. كلش مليح لا الحمد لله. كون جيت توجعنا ما نعاودوش ناكلوها الحمد لله، ناكلوها شاك جور وما كان والو الحمد لله، ما كان والو وبنينة ودبارة فري دبارة بسكرية.